B-O-M-B بوم يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. بينا شباب البوم. ما شاء الله تبارك الله، البيت عجبني ونفس المواصفات اللي نبيها يا عم. اسمع، اذا انت صامل هالحين نروح للمكتب ونكتب العقد، لان البيت تو عرض علي اليوم، ولا واجد اللي يتصلون علي يبونه. لا 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 لا، ابيه البيت، بس ودي اسال عن الجيران، وش وضعهم؟ في غثا؟ في ازعاج؟ بزران؟ لا 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 لا، ما من ازعاج ابد. جيرانك هذول من كثر ما هم هادين يحسبون هالبيوت مهجوره. زين، أجل على بركة الله. يا عامر، سمي الغالية. خذ الشاهي ولك هوا. الله يكثر خيرك يمه، ليه هالتعب؟ عندنا بالاستراحة قهوة وشاهي. مو بالاستراحة، هذا البيت جارنا الجديد اللي سكن جنبنا، خذه وقول له إن الوالدة تبي رقم زوجتك عشان يكلمونها يجونها يزورونها هي والجيران. أبشر يمه. السلام عليكم. خير خير يا ابو شفي، رد السلام يا اخي. قلنا السلام عليكم يا اخوي. كسرت البيت يا اخوي، لعبت فيه يا اخوي. وعليكم السلام، خير وش تبي؟ انا عامر ولد ابو عامر، هذاك بيتنا، وهذه شاهي وقهوه جايبتها امي ضيافه لكم. في احد اشتكى لك قال لنا احنا نبي شاهي وقهوه؟ انا من يوم ما شفت القفازات السود وانا غاسل ايدي، شكلك من عشاق القهوه السوداء. اتحداك يا بريستا. اقول حبيبي روح لبيتكم، ها خذ الشاي والقهوه وودها بيتكم وتقهوا. لا عاد اشوفك عند باب البيت، ها؟ بس امي مسويتها وتعبانه. يلا يلا يلا، توكل على الله. يلا تجملين معك حنا. يلا توكل على الله. يلا طب خذها بس مجامله يعني. ايش فيه ذا؟ وشو له رجعته؟ رفض يستلمها وقفل الباب بوجه النفسيه. رفض يستلمها؟ والله من سلوبك اللي مثل وجهك. تاني عرفت على نفسك، قلت انا عامر ولد ابو عامر. لكن ماش قليل دبرة. أنا قليل دبرة؟ قسم بالله سويت كل اللي قلته. ما ظنتي، أنا متأكدة إنك أخطيت على الرجال، ولا ليش يقفل الباب بوجهك؟ أنا بروح أصلح الموضوع مع الرجال، وأنت انزل واخر على وجهي. سم أبيكم يا جماعة تروحوا معي نعزم جارنا الجديد على ذبيحة. فنان لا فضة فوق يا أبو عامر. كفو أبو عامر، حق واجب، استاهل جارنا الجديد الذبيحة. يا إبا والله هذا الآدمي ما يستحي. ساعة عند الباب ما يفتح. والله إنك صادق، ساعة ننتظر. يا جماعة خلاص مشينا. يا جماعة استهدوا بالله، يمكن الرجال مريض مو موجود. العين أبو الحظ ريق ومشكب. وش عندكم أنت أبو عبيد؟ جابك الله، نبيك تعطينا رقم المساج الجديد، نبي نعزم حنا يا أهل الحارة. ومن قالك انه يبي عزايمكم؟ هذا رجال له اجتماعي ولا يبي يتعرف على احد من الجيران. يلا توكل على الله. عجيب. يا الحبيب. هلا. طالب طلبية؟ لا، بس يمكن سليمان طالب برجر. لا مو برجر، طلبية من الصدرية، ممكن تستلمها عنه؟ أقول يا طيب،
الطلب لي انا، لي انا، انا اللي طالب الطلب يا اخوي. اخوي اصبر اصبر. سلامات يا جار، طالبني بر. يخرب بيتك، الحارة كلها درت اني طالب بر يا اخوي. هات هات. وش دخلك يا اخوي انت؟ ما تنام انت؟ حرقت حرقت. وش تبي فيها؟ بعدين وراكم شخص الموضوع انت. سلفت هذا. هلا عامر، انزل انا عند بيتكم، بعطيك حافظات جريش وقرصان من الوالده. يلا من قدك. اسمع يا درج، انا بالاستراحه، شكرا مقدما. عطى سليمان موجود بالبيت، وتعلنا بالاستراحه. يلا يلا اوكي باي. لا لا، بريطانيا دولة ما هي مدينة يا جاهل. ما تقرأ أنت في الجيولوجيا؟ إيش دخل الجيولوجيا دحين في الموضوع يا فقي؟ بعدين عمرك كده سمعت عن منتخب اسمه منتخب بريطاني؟ ما في، لأنه ما يحبون الكرة. أسمع يا عامر. إي عامر يا أبو. ها وش تبي أنت؟ لا لا، الموضوع كذا كبير، مسرح ومتنح، إيش الهرجة؟ جارنا وضعه مريب، أنا من مرتاح له. ماله؟ بيتهم تطلع منه أصوات غريبة. ها وراك فهيت أنت وياه اللي سويته يا أبويا. إيه بيوت الناس لها حرمة، عيب تقعد تتصنت عليهم، وخصوصا إذا كان جارك. مو بنت وياه تعلموني العيب، أصوات مواصل بيتنا، تفهم ولا ما تفهم؟ السلام يا عيال. السلام. عامر، شو وضع جاركم الجديد ذا؟ وش فيه؟ يا ابوي وضعه ربش الربش، شطفني شطفة غير طبيعية، دخل سيارته جوا البيت وسكر الجراج. ها شفت انت وياه ولا ياسر ما يعرف حرمة البيوت؟ يا عيال انا مسكت براسي اني اروح البيت ومعرف سالفته. يلا مشينا. يلا يا عيال، هذا بيته. ليه ما نوقف عند باب بيتهم؟ ما بقول انت درج، تبيهم يكشفونا. يا عيال تسمعون الصوت؟ اي والله، صوت مين ذا؟ هذا الرجال اللي اقول لكم عنه، الوضع ما يطمن. مسكين الرجال جالس يصارخ، وش بنسوي؟ انا اقول ما لنا الا ننقذه، نقمز الحين ونطلعه، وانت يا كفته ارجع عند السياره وراقب، واذا جاء الرجال دق علينا، اوكي؟ يلا يلا. يلا ياسر، انت اطورنا، شوف شغلك. يلا. الباب مقفل يا عيال، وش نسوي الحين؟ ايه الوضع صار يخوف، خلونا نمشي. اهدى اهدى، ما نطالع من هنا الين ما اعرفش السالفه. اسكت انت. Thank you.
احنا جينا نساعدك. اطلع برا، اطلع برا. طيب تحتاج مساعدة ندق على الشرطة. أبو عامر كيفك؟ كفته؟ ياوا زاد أنا أقول وش هالسيارة اللي عند بابنا؟ أيوة أنتظر ولدك عامر وياسر وشكوش. وين هو فيه بيتي؟ سر ما أقدر أقول لك. عجيب والله. خليني أساعدك بالأغراض. أي والله الله يعافيك، حطه بالحوش. هيا هيا. يا عمي خلال الحرامية يلا نمشي. كفتة، هلا كفتة، متأكد؟ طيب طيب جاي يا عيال جاي. تنكبره أنت، حتى على الصامت. كفتة، اسحب عليه ذا البزر. ما دق علينا إلا يوم رجال دخل البيت. طيب وش نسوي الحين؟ يا عيال، لازم نزبن، وإذا ما قدرنا ندق على الشرطة. قسم بالله مسكنا ذا النفسية نذبحنا. قلت لهم اطلعوا برا يا حرامية، بس الظاهر انهم حسوا فيك ونحاشوا. زين انت لا تشيل هم الحين، ابيك تنام وترتاح وترك الباقي علي. خلني بشوف من اللي دق الجرس. السلام عليكم. خير يا ابوي، ايش فيه؟ ابغى اصدقائي. اصدقائك؟ من هم اصدقائك؟ اصدقائي عامر وياسر وشكوش. خلهم يطلعوا، واذا ما طلعتهم راح تندم. ساتر، متاكد انهم اخوياك؟ ايوه اصدقائي في الاستراحه، بس قالوا عندكم واحد مريض ويبغى احد يساعده وينقذه منك. بس شكلك طيب. ما تخوف. ايه مرة. طيب خلنا ندخل داخل، احنا عيب واقفين عند الباب نسولف، خلنا ندخل نتقهوى. طيب شوف الطريق وخلي زوجتك توخر، قول لها راجل جاي، وخذ هذه عند ابو عامر اللي ولدوه عندكم. يوسف عندي بعد، تكي في مزرعتهم ولا في بيتهم ولا لا لا. ابشر ابشر ابشر، الله يكثر خيرك. خليني اشوف الطريق يا ولد، في رجال بيدخل عندنا درب. هيا هيا امشي امشي قدامي. هيا تفضل. هيا تقهوى. اعطي الشايب اول. اقول لك فين اصدقائي عامر وياسر وشكوش؟ اخوياك موجودين في الحفظ والصون، هالحين انديهم لك. اجلس استريح، انا بتصل عليهم عشان يجوا ويتفاجئوا اني موجود.
هشبة ذا يبيك. كفتة خلو علي يا النكبة لا تدق، انتظر برا لين يجيك، تفهم ولا ما تفهم؟ كيفك يا عامر؟ من انت؟ انا اخوكم وجاركم زيد. على فكرة ترى اللي سويتوه هذا مو عيب، وانا فخور فيكم ومبسوط اني ساكن في حارة فيها شباب امثالكم يخافون على جيرانهم، بس للأسف انتم فاهمين الموضوع غلط. اخبي يا جار اخبي، تعال يا عامر، طلع الرجال ما هو حرامي مسكين. انا اقول تعالوا تعالوا خلني اقهويكم وافهمكم السالفة كلها. شكلنا استعجلنا. وش السالفة؟ ما ادري، بس تعالوا نعرف باقي الموضوع. انت روح ولا خلوني هنا. يا ابن حلال لا تخاف، لا تصير زلابة انت، امش امش. واخوي يبغى يسبقني وياخذ ابوي عنده في البيت الحالة، ويبي هو اللي يبر فيه، خصوصا ان ابوي الحمد لله على كل حال، ابوي عنده المرض الخبيث في رجله للاسف ان لما لحقنا عليه والمرض انتشر في كل جسمه. الحمد لله على كل حال، بصراحة أنا قلت أبغى أكسب أجر أبوي وأخذ بره لين آخر يوم في حياته، وخصوصا إن أيامه معدودة وهذه علمه عند الله. فكرت بأي فكرة قلت لازم أنا أبر فيه. صراحة الفكرة اللي جت في بالي إني أنحاش من كل الناس وإني أدولي فله واستأجرها وأجي أنا أبوي فيها وأبر فيه، على الأقل إني أكسب أجره إلى آخر يوم في حياتك. يعني ذا أبوك؟ إيه هذا أبوي، أبوي اللي تركت الناس كلهم عشان أبر فيه لآخر يوم في حياته. عاد تكفون يا عيال، أي أحد يسأل عني لا تعطونه أي معلومة، وخصوصاً أخوي، ما بيجي وياخذ أبوي مني. أنا لا يمكن أخلي أحد يجي ياخذ أبوي، أنا ودي أبر فيه يا عيال. اللي سويته شيء ما كنا نتوقعه، الله يرزقنا بر عيالنا. اللهم آمين. بصراحة أنا ما أدري وش أقول لكم، لكن الله يجزاكم خير. وعلى اذنكم يا عيال انا بروح اشوف ابوي، اخاف يحتاج شيء وانا ماني بعنده. على اذنكم. يا اخي ما شاء الله عليك. يلا مشينا. ما عندك استراحه يا وليدي، تروح وتريح لي. الاستراحه وسلمناها، واخذنا عهد انا واخوياي ان نقضي باقي ايامنا في رعايه والدينا. وانا اطلب منك شيء؟ فرزني انزلع، شايفني محرول قدامك؟ لا 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 بسم الله عليك يبا، لا لا ما انت محرول، بس انا ودي ابر فيك. تكفى يبا تكفى، لا تحرمني الاجر، خلنا ابر فيك لين ما تموت ان شاء الله. عجيب والله، انت انهبلت. خبر عاجل، بعد توفيق من الله في الساعه الثالثه فجرا تم القبض على المطلوب جزاء بالإذعار مع مرافقة زيد بن راشد بعد أن حاول الهروب إلى خارج المملكة. ويعد المطلوب جزاء ومرافقة زيد من أهم وأخطر المطلوبين في ترويج المخدرات، وتم محاولة القبض عليهم قبل عدة أيام في مداهمة، وقد أصيب جزاء ولكن لاذ بالفرار. كذاب